هذه النشرة برعاية Transfer Galaxy, SCA Möbler, Dentali, Kuven Telekom. الحكومة السويدية ترفض طلب الاسترحام بعدم ترحيل امرأة بطلت ساقها خلال هجوم ستوكهولم الإرهابي. حكومة لوفين تشكل لجنة لتقديم مقترح قانوني حول تصنيف جرائم الشرف وتشديد العقوبات بحق مرتكبيها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رفضت الحكومة السويدية طلب الاسترحام الذي تقدم بها محامي المرأة الأوكرانية بهدف السماح لها البقاء في السويد بعد انتهاء إقامتها المؤقتة والتي كانت منحت لها في عقب تعرضها لبتر في ساقها نتيجة هجوم ستوكهولم الإرهابي في نيسان إبريل من العام 2017. واعتبرت الحكومة السويدية أن كونها واحدة من ضحايا العمل الإرهابي فإن ذلك لا يغير شيئا. وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسون في تعليقه على هذا الموضوع: إنه قرار صعب من الناحية الإنسانية ولكنه قانونيا فإن الأمر واضح للغاية. الوزير أكد أنه لا يمكن قبول طلب الاسترحام إلا في القضايا الجنائية وليس في تصريح الإقامة. أعلنت الحكومة السويدية أنها شكلت لجنة لدراسة إمكانية تقديم مقترحات لتشريع قانوني جديد ضد ما يعرف بجرائم الشرف. وقال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون إن اللجنة سوف تدرس أيضا مراجعة التشريعات القانونية الحالية المتعلقة بالجرائم ضد النساء، وذلك بهدف فرض عقوبات أكثر صرامة ضد الأشخاص الذين يدانون بارتكاب اعتداءات ضد النساء. التحقيق سيشمل أيضا إمكانية تسهيل استخدام السوار الإلكتروني لأولئك الذين ينتهكون على سبيل المثال حظر الاتصال بالنساء المعارضات للعنف. الحكومة أوضحت أنه يجب الانتهاء من عمل اللجنة وتقديم المقترحات القانونية في موعد أقصاه 30 أيلول سبتمبر من العام 2020. بعد عملية السطو المسلح في مدينة يوتوبوري ليلة الثلاثاء الأربعاء والتي أسفرت عن مقتل شخص طعنا بالسكين، بدأت تثار مجددا قضية العنف باستخدام السلاح الأبيض في السويد. ووفقا للتقرير التلفزيوني، طبعا هذا حسب التقرير للتلفزيون السويدي الذي اعتمد على أرقام مجلس مكافحة الجريمة، والذي أوضح أيضا أن حوادث القتل بالسكين باتت أكثر من حوادث القتل بالرصاص خلال السنوات الماضية، وسجلت الفترة ما بين العام 2011 و2017 مقتل 267 شخصا جراء أعمال العنف بالسكاكين في السويد، مقابل مقتل 190 شخصا بالرصاص في ذات الفترة. التقرير يشير إلى أنه وعلى الرغم من زيادة حوادث إطلاق النار، إلا أن العنف باستخدام السكين بات أكثر شيوعا، لكنه لا يحظى بنفس اهتمام وسائل الإعلام. ألقت الشرطة السويدية القبض على أحد المطلوبين لديها الليلة الماضية في مطار أرلاندا بالعاصمة ستوكهولم فور هبوط الطائرة التي كان فيها. وذكرت صحيفة أفتون بلادت التي أوردت النبأ، ذكرت أن المطلوب كان قادما من مالطا وأن 4 من أفراد الشرطة كانوا في انتظاره واعتقلوه أول ما هبطت الطائرة في ستوكهولم. ووفق الصحيفة فإن الشخص كان مطلوبا سابقا لدى الشرطة دون أن توضح المزيد من المعلومات. إلى شأن الاقتصادي هذه المرة، حيث ذكرت تقارير اقتصادية أن أسعار المنازل في السويد لم تتغير كثيرا خلال حزيران يونيو الماضي، لكن المبيعات ارتفعت مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 بنحو 5.5% في جميع أنحاء البلاد. وذكرت التقارير أيضا أن في ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو ارتفعت مبيعات الشقق السكنية بحوالي الربع في حزيران يونيو، في حين أن النسبة قاربت 50% في المدينة الطلابية بأوبسالا.
وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أيضا. وجاءت كل من هالمستاد وهلسنبوري في جنوب السويد في قائمة أغلى الأسعار للشقق المملوكة.